انا فاهم انك انت من المنيا، ايه اللي خلاك تيجي هنا؟ انا الواد جاي يوم 8 الساعه 1 بالليل وتعب تعب خالص، فكرنا ان احنا ننقذ الواد. ساعه ما جينا واحنا داخلين من 9-7 رعايه واهتمام وعلاج ودكاتره طبعا ما فوق ما تتصور واخلاق بيعاملوا بشر. انا كان مفروض ازور المستشفى من فتره طويله لكن كنت كل مره ااجل، لكن اللي اسعدني ان انا ما كنتش متصور ان المستشفى بهذه الدرجه زي ما انت قلت حضرتك. لا والله المستشفى الرعايه واهتمام والانسانيه يعني بيعاملوا بشر فعلا بني ادمين. دفعت فلوس قد ايه؟ ما دفعتش حاجه خالص. ما دفعتيش فلوس خالص، يبقى معنى هذا انك انت بتتعالجي بتكلفه بتتحملها جهه ما. صح. الجهه ده هي هم المتبرعين وربنا يبارك في استمراره ايضا. استمرار انا واثق ان هو هيستمر. نعم. ربنا يشفي ابنك. اللهم امين. ربنا يجمعنا يا رب.